مرحبا، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون اليوم الثلاثاء 4 تموز يوليو؟ اليوم القمر موجود في برج الجدي، اليوم باقي القمر في برج الجدي حتى الساعة 8:30 دقيقة المساء، 8:30 المساء توقيت بيروت، بيروح من بعدها لبرج الدلو اللي عم يتابعني من القارة الأمريكية تقريبا من منتصف النهار أو من الصبح حسب وين أنتم موجودين، بيكون القمر صار موجود ببرج الدلو. إذا كيف بده يكون نهارنا؟ البداية مع برج الحمل، نهار جيد يبدأ لا بأس وبصير بعد أفضل وأفضل، بصير في شوية حركة، بعدنا تحت تأثيرات القمر المكتمل برج الجدي، يعني بعد في شوية توتر وشوية مسؤوليات موجودة شوي شوي لحتى المساء وبكرة بكون هالغيمة شوي زاحت. 12-13 نيسان أبريل فيها تكون الأكثر حظاً. مواليد برج الثور هنالك جو كتير حلو مع تأثيرات الفول مون من برج الجدي، بعدين بصير الجو شوي نوعا ما حذر، بيطلب منكم شوية اهتمام وشوية مراعاة للظروف ولأعصاب وعواطف مشاعر الآخرين. ما بنخاف عليكم، الأجواء عندكم جيدة، لكن طبعا بسبب بعض الضغوط إذا كنتوا واقعين تحت تأثيرات أورانيوس بدكم تنتبهوا لحتى ما يصير في مشاكل، أو إذا كنتوا من مواليد نيسان أبريل. الأكثر حظا 30 نيسان أبريل 1 أيار مايو، يلي واقع تحت تأثيرات أورانيوس هي 13 أيار مايو. بنروح لبرج الجوزاء، مواليد برج الجوزاء يوم جيد، القمر برج الجدي منيح، انتقاله لبرج الدلو بيصير بعد احلى واحلى واحلى واحلى، لانه القمر بيكون ببرج هوائي صديق لكم، فحضروا حالكم لتغيير كتير كبير مدعم بالفيتامينات النشاطات المنشطات الفلكيه، فهنالك عند مواليد برج الجوزاء تغيير ايجابي مهم يستمر 48 ساعه، كلكم رح بتكونوا محظوظين بشكل خاص مواليد ايار مايو. بنروح لبرج السرطان، مواليد برج السرطان بترتاحوا اليوم من تأثيرات القمر من برج الجدي، متعب شوي القمر برج الجدي، بيركز على كثير من الأمور، علاقات بتبلشوا تفكروا فيها بتتخيلوها، هالقمر المكتمل في برج الجدي شوي متعب، لكن بعدين بيروح القمر لبرج الدلو حتى تستكينوا، تبلش أفكاركم تصير أفضل وشوي إيجابية أكثر، فما تنزعوا، طولوا بالكم، خذوا معلومات أكثر من أبراجكم الشهرية والأسبوعية. كلكم محظوظين لكن كونوا حذرين. 21-22 تموز يوليو، ايضا 3-4 تموز يوليو. بنروح لبرج الاسد، كونوا حذرين مواليد برج الاسد اليوم لما القمر بيروح لبرج الدلو الساعه 8:30 المساء توقيت بيروت، يعني باخر الليل، المسرب اللي راجع من شغله، اللي راجع من سهره، اللي راجع من وات ايفر، كونوا جدا حذرين. الفتره الممتده ابتداء 8:30 المساء توقيت بيروت اليوم الصيفي بتدخل مواليد برج الاسد بمتاهات او بظروف شوي صعبه، يمكن يكون فيها مشاكل، فكونوا جدا حذرين، لا سيما مواليد 18-19-20 اب اغسطس. بنروح لبرج العذراء، مواليد برج العذراء حلو هذا اليوم، تأثيرات القمر من برج الجدي رح بتساعدكم نوعا ما العلاقة بأمور عاطفية منزلية عائلية شخصية سفر شيء من هذا الأمور، لأنه القمر الموجود في برج الجدي هو البيت الخامس بالنسبة لكم، يعني هو بيت العواطف، بيت الـ الناس اللي بتحبكم، الناس اللي انتم بتحبوها، وهنالك ايجابيات نوعا ما. بيتغير شوي الجو لما القمر بيروح لبرج الدلو المساء، وبتصير الامور نوعا ما عندكم شوي ضاغطه نتفه، متطلبه نتفه، فما بتعودوا بنزهه، بتصير الامور شوي سيريس اكثر من هيك. كونوا حذرين 30 اب اغسطس 31 اب اغسطس 21-22 سبتمبر. بنروح لبرج الميزان، بيتحسن الجو عند مواليد برج الميزان لما القمر بيروح لبرج الدلو قبل هالوقت، الجو متقلب ضاغط، هنالك ظروف صعبة، احتمال يكون في نوع من توتر، هيك كله عم بيتكدس كله فوق بعضه بسبب طبعا تأثيرات الفول مون برج الجدي، شوي شوي بتتحلحل الأمور، شوي شوي بتتحلحل الأمور المساء ويوم الأربعاء، لكن لوقتها بدكم تكونوا جدا حذرين لأنه حتى عواطفكم مشاعركم حساسة زيادة عن اللزوم. بالنسبة لبرج العقرب بستفيدوا من تأثيرات القمر من برج الجدي لأنها جيدة قوية، بتقوي مواليد برج العقرب، تعطيهم طاقات حلوة ومنشطة وإيجابية، وهنالك نوع من تفاعل جيد حلو بيساعد مواليد برج الجدي لمواليد برج العقرب ليكونوا واعيين على كل الأمور اللي عم بتصير وسريعين، وحكيت عن هذا الموضوع مطولا يوم الاثنين، لكن لما القمر بيروح لبرج الدلو كونوا حذرين لانه في بعض القصص الصغيره، النقاط الصغيره يلي بتتفتح
وبصير بده ينحكى فيها، ومعقولة هالشي شوي يزعجكم، فكونوا منتبهين وواعيين. بالنسبة لبرج القوس، موالي برج القوس اليوم جيد قبل الظهر وبعد الظهر والمساء، الأجواء حلوة، لا يوجد سلبيات، لا يوجد ضغوط كبيرة مثل ما أنتم فاكرين. في بعض القصص يلي بتهتموا فيها بترجع بتبين، في أمور ما بدكم تشتغلوا فيها بترجع تشتغلوا فيها، في شوية ما رح أقول زعل، ما في زعل، بالعكس الأمور جيدة، لكن في عجقة، في متطلبات مهنية وغير مهنية، وسفر وتنقلات وحكايات وخدوا وفسروا، فأكونوا واضحين بكل كلمة بتقولوها. فمواليد برج القوس بعتبر هذا اليوم مساعد لكم لعملكم ولشغلكم. اما بالنسبه لبرج الجدي فاقوياء جدا، خاصه انه اخذوا طاقه كثير كبيره من القمر الموجود ببرجهم، الاجواء بتصير افضل وافضل يوم الثلاثاء اليوم، ولكن ل 8 ونص المساء بيروح القمر لبرج الدلو، فبتوقعوا هون ببعض المتاهات، يمكن بتضيعوا بمصروف بمشروع معين مطروح عليكم او انتم بتطرحوه، فرجاء تكونوا حذرين بخياركم، ما تختاروا امور متسرعه، فكروا فيها، احتمال ايضا يكون في عندكم نقاشات ومساومات، بلشوا تفكروا فيها خاصه وتشتغلوا عليها، خاصه يلي عايش بمنطقه القاره الامريكيه. بنروح لبرج الدلو، كونوا حذرين، كل شيء والقمر موجود ببرج الجدي، لانه الامور واقعه بفتره ركود كثير كبير، فكونوا حذرين. لما القمر بيروح لبرج الدلو برجكم بتصير الامور اقوى بشكل هائل، وبتقوى الطاقه اللي عندكم، نشاطكم، نبره صوتكم بتصير اقوى، وبعتبر مواليد برج الدلو ماشيين بطريق صحيح مع وصول القمر لبرجهم. 48 ساعه رح بتكون ولا اروع من هيك. بنروح لبرج الحوت، مواليد برج الحوت الجو جيد جدا، كل شيء والقمر موجود ببرج الجدي، الطاقات اللي بتاخذوها مقويه ومدعمه لإلكم، هاي من امبارح من يوم الاثنين مع الفول مون مكمله معكم هالطاقات الحلوه يوم الثلاثاء حتى 8 ونص المساء توقيت بيروت الصيفي. بيروح عندئذ بتلك اللحظه بيروح القمر لبرج الدلو، وبتدخلوا بفتره متعبه هاديه جدا، يمكن ما بتعطيكم نتيجه، بتضيعكم، بتحيركم، وبتبقوا بهذا الجو حتى 48 ساعة، فكونوا حذرين، خاصة اللي عنده وعيد واللي عنده سفر واللي عنده حجوزات. بختم مع مولود 4 تموز يوليو، بانتظاره سنة بعتبرها سنة جيدة، واقعين تحت تأثيرات الفول مون، في احتمال انه يكون في نوع من اهتمامات كثير كبيره عاطفيه او فيها تكون مهنيه او علاقات كبيره ومهمه، لانه فول مون بدكم تنتبهوا على سير هذه العلاقات، يلي عم يشتغل، يلي بده يسافر، يلي عنده جامعه عم يشتغل عليها بدكم تكونوا منتبهين، ويلي متزوج او بده يتزوج بده يراعي ظروف هذه العلاقه. بتمنى للجميع يوم سعيد، الى اللقاء، باي باي.